أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين. أسعد الله صباحكم أحبتنا الطلبة بكل خير وسرور. نلتقي مجددا في بث دروس مقرر أجا 102 الجغرافيا الاقتصادية. معكم في البث الأستاذ سيد منتظر علوي، والأستاذ محمد عبد العال، والأستاذ علي يوسف، والأستاذ حمزة الغسرة. نرحب بكم أعزائنا، أجمل ترحيب، ونتمنى أن نوفق معكم في قضاء وقت شيق ومفيد إن شاء الله خلال هذه الحصة. سيكون عنوان درسنا اليوم إن شاء الله الولايات المتحدة الأمريكية، قسم الخدمات والمبادلات التجارية كما هو مبين في الشاشة عندكم، وهو حسب ترتيب دروس الكتاب. الدرس رقم 11 كما ترون، درس رقم 11، ويليه إن شاء الله الدرس 12 متحدثا عن الزراعة والصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني راح ناخذ إن شاء الله الولايات المتحدة الأمريكية بواقع درسين. الدرس الأولي راح يتكلم عن قطاع الخدمات والمبادلات التجارية، والدرس إن شاء الله الثاني واللي هو يحمل رقم 12 راح يتحدث عن الزراعة والصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا قبل الدخول كما عودناكم أحبتنا الطلبة، لابد من استحضار الدرس السابق والذي عنوانه المجال العالمي، حيث كنتم قد قضيتم وقتا ممتعا وجميلا إن شاء الله مع درس شيق بقيادة الأستاذ القدير حمزة الغسرة. بارك الله فيكم وبارك الله في الأستاذ وعطاه الصحة والعافية إن شاء الله. تناول الأستاذ الفاضل معكم فكرة تقسيم الدول إلى دول متقدمة بين قوسين دول الشمال كما تذكرون، ودول النامية بين قوسين دول الجنوب، حيث تم تقسيم الدول المتقدمة إلى ثلاثة أصناف، أهمها دول الثالوث ذات النفوذ العالمي الكبير على المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية، وهناك أيضا دول أخرى، البلدان في طور الانتقال الاقتصادي، بلدان متقدمة أخرى. وأيضا تم تقسيم الدول النامية أيضا وهي دول الجنوب إلى أربعة أقسام، وهي البلدان الصناعية الجديدة، البلدان النامية، بلدان ذات مؤشر تنمية متوسط، البلدان الأقل تنمية. أي أن الدول المتقدمة قسمناها إلى ثلاثة أقسام، والدول النامية دول الجنوب قسمناها إلى أربعة أقسام. سؤال سريع نطرحه الآن، عزيز الطالب اذكر لنا دول الثالوث وهي أهم الدول المتقدمة، عددهم لنا في الشات. في الشات الآن نرى الإجابات، بارك الله فيكم. عدد دول الثالوث، نصف دقيقة، بارك الله فيك. أحسنتم أحبتنا، نعم دول الثالوث في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وهي عنوان درسنا اليوم، وطبعا الاتحاد الأوروبي واليابان، هذه الدول الثلاث أو البلدان، مجموعة البلدان الثلاث تسمى بالثالوث لأنها القوى الثلاثة التي لها النصيب الأوفر والحظ الكبير في النفوذ العالمي على المستوى الاقتصادي والسياسي، وهناك مظاهر نفوذ لها كما ذكر لكم في الحصة السابقة. أما الدول النامية كما ذكرنا أربعة أقسام، يمكنك يا عزيزي الطالب أن تعطيني مثال لأي دولة شئت واذكر هذه الدولة نامية من أي نوع. يعني مثلا تذكر سوريا، دولة سوريا ستذكر أنها دولة نفطية، اختر أي دولة نامية وأعطني تصنيفها، بارك الله فيك. نصف دقيقة، أعطني مثال على دولة نامية وما نوعها حسب تصنيف الدرس السابق في المجال العالمي اللي أخذتونه. دولة نامية، أي دولة نامية شئت صنفها، هل هي دولة نفطية ذات مؤشر متوسط الأقل تنمية، أو من دول أو من الدول الصناعية الجديدة؟ نشكركم على حسن تفاعلكم. طبعا هناك أربعة أقسام كما ذكرنا، أحسنتم، كوريا الجنوبية مثلا من البلدان الصناعية الجديدة، دول الأوبك، السعودية،
الكويت، الإمارات، أحسنتم، من دول نفطية وهي دول نامية، أحسنتم، الصين، الهند، الأردن، مصر، دول نامية تصنيفها من البلدان الأقل، عفوا ذاك مؤشر تنمية متوسط، ولدينا بلدان الأقل تنمية، أغلب بلدان أفريقيا وفي دول آسيا عندنا، أحسنتم، بارك الله فيكم. طبعا أحبتي الطلبة، انتهى الدرس بذكر عناصر ترابط المجال العالمي، كما تذكرون هناك عناصر تربط المجال العالمي وتقوي العلاقة ما بين الدول النامية والمتقدمة. السؤال هنا في نصف دقيقة أو لنقل في دقيقة إن شاء الله، عدد عناصر ترابط المجال العالمي. ما عناصر ترابط المجال العالمي؟ هناك ثلاثة عناصر تم أخذها في الحصة السابقة، ما هي عناصر ترابط المجال العالمي؟ أحسنتم، السوق المنظم، الشركات متعددة الجنسية، وشبكات النقل والاتصالات الحديثة. بارك الله فيكم، لا يسعنا أن نذكر الأسماء لضيق الوقت، إن شاء الله نستعين بكم فيما بعد. الآن أحبتنا الطلبة، ننوه قبل دخول الدرس أيضا إلى أهمية الإجابة على التقويم النهائي في كل درس. التقويم، إجابة الإجابة على التقويم أمر مهم أحبتنا الطلبة، فلذلك لا بد من الاعتناء والاهتمام به، فهذا من أساسيات كل درس نعطيكم إياه إن شاء الله. ولا يفوتنا شكر كل من يشارك في هذا التقويم، شكرا لكم جميعا على تفاعلكم وإن شاء الله الاستمرار. بالنسبة للتقويم الفائت في الدرس العاشر، بلغ عدد مشاركات في التقويم الأخير تقريبا 540 مشاركة، ونسبة الإجابة الصحيحة بلغت 4.3/5، نسبة جيدة. ولا يسعنا ذكر وشكر كل المساهمين بالاسم، إلا أنه لا بأس بذكر أسماء أول المشاركين. أول من شارك معنا عندنا حسين ناجي عبد الله مسعود، بارك الله فيك، 5/5 من مدرسة التعاون الثانوية، وللإجابة وصلتنا. وكذلك عندنا تميم خالد عبد الله السالم، 5/5 من مدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية، وأيضا لدينا منصور عبد الكريم منصور من مدرسة مدينة حمد الثانوية، ولا نستطيع حصر الأسماء هنا في هذا المقام. شكرا لكم جميعا وعلى مساهماتكم، أتمنى الاستمرار إن شاء الله والتفاعل بشكل جيد إن شاء الله وفاعل، بارك الله فيكم. أيضا قبل الدخول إلى عمق الدرس، نأخذ هنا نبذة بسيطة عن الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية في سطور سريعة، هي طبعا دولة متقدمة من دول الثالوث، وهي جمهورية اتحادية تضم 50 ولاية، عاصمتها كما تعلمون واشنطن، المدينة الاقتصادية الكبرى فيها نيويورك، في شمالها تقع كندا وجنوبها المكسيك، وفي شرقها المحيط الأطلسي وفي غربها المحيط الهادي كما تعلمون على الخريطة. تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث المساحة، وتأتي في المركز أو المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد السكان، حيث يبلغ حاليا عدد سكانها ما يقارب 310 مليون، فهي ثالث دولة من حيث عدد السكان بعد الصين والهند. يعتبر اقتصادها أكبر اقتصاد وطني، حيث يفوق ناتجها المحلي 14 تريليون دولار أمريكي. فهذه هي الولايات الأمريكية، لنتعرف أكثر على مواطن قوة هذه الدولة وتفاصيل اقتصادها بدءا من الدرس الأول المخصص لها في هذا المقرر، الولايات المتحدة، الخدمات والمبادلات التجارية. كما ترون الآن على الشاشة الدرس الرقم 11، الولايات المتحدة الأمريكية، الخدمات والمبادلات التجارية. كما رأيتم في المجال العالمي تقسيم الدول إلى دول متقدمة ودول نامية، الآن الكتاب بدأ يعرض لنا أمثلة إلى دول متقدمة ودول نامية. نصيحة أحبتي الطلبة، هناك كثير من الدروس تم إلغائها، ولكن بإمكانكم الاطلاع عليها لمعرفة الدول
نماذج لدول متقدمة ونماذج لدول نامية. بارك الله فيكم. أهداف الدرس: تعرف أو التعرف على مفهوم مرحلة الاقتصاد ما بعد الصناعي، التعرف على مظاهر قوة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا التعرف على عوامل قوة قطاع الخدمات، والتعرف على وضعية الميزان التجاري بالولايات المتحدة الأمريكية. من أهداف الدرس أيضا تحليل جداول إحصائية ورسوم بيانية تتعلق بالخدمات والمبادلات التجارية. هذا ما سنأخذه إن شاء الله في هذا الدرس. المقدمة: أصبح قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية المشغل الأول والمساهم الأول في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، مما جعلها تتجاوز مرحلة الاقتصاد الصناعي والدخول في مرحلة الاقتصاد ما بعد الصناعي، أي أن نتجاوز مرحلة الزراعة ومرحلة التصنيع بأنواع وأجيال الصناعات، تجاوزوا هذه المرحلة وذهبوا بعمق وقوة إلى قطاع الخدمات. القطاع الأقوى في الولايات الأمريكية هو القطاع الثالث كما تعلمون. ما هي مظاهر قوة قطاع الخدمات؟ ما هي عوامل قوته؟ مما تتركب بنية هذا القطاع؟ ما خصائص المبادلات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية؟ كل ذلك سنراه إن شاء الله في هذا الدرس. النشاط الأول: قوة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، أين تكمن هذه القوة؟ وين قوة قطاع الخدمات موجودة؟ راح نشوف إن شاء الله المظاهر، مظاهر قوة الخدمات في الولايات الأمريكية إن شاء الله، والعوامل التي أسهمت في أن تكون وفي أن يكون قطاع الخدمات قطاعا قويا ومسيطرا في الولايات الأمريكية إن شاء الله. وتركيبة هذا القطاع سنراه إن شاء الله، أنواع الخدمات سنراه إن شاء الله في هذا الدرس. عندنا مستند رقم واحد كما ترون الآن: توزع السكان النشيطين أي العاملين بين القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. القطاعات الاقتصادية لدينا ثلاث: الزراعة، الصناعة، الخدمات. هنا جدول لإحصائيات ونسب للعاملين في قطاع الخدمات وقطاع الصناعة وقطاع الزراعة. انظروا إلى تطور هذه النسب من عام 1950 إلى 2011. الزراعة بدأت بمعدل 15.5% من حيث عدد السكان في 50 2011 1.2، أي قل عددهم كثير العمال في الزراعة. أين ذهبوا؟ انظر إلى النسب الموجودة، ركز على الخدمات. أين كانت في عام 1950؟ كم نسبة الخدمات العاملين في الخدمات، وكم بلغت نسبتهم في عام 2011؟ انظر إلى هذا الرقم الكبير، إلى التطور الكبير في نسبة العاملين في قطاع الخدمات. السؤال الآن: كم كانت نسبة العاملين في قطاع الخدمات في عام 1950، وكم أصبحت النسبة في عام 2011؟ كم نسبة العاملين في الخدمات حالياً، أو لنقل في 2011 في الولايات المتحدة الأمريكية؟ اذكر الرقم عزيزي الطالب في الشات، اذكر الرقم. كم بلغت نسبة العاملين في قطاع الخدمات في آخر سنة مذكورة 2011؟ كم نسبة العاملين في قطاع الخدمات؟ كما ترون على الجدول، نعم كما ترون تقريبا 80%، 79.6% من اليد العاملة الأمريكية، من العمال الأمريكيين 79.6 أي 80% يعملون في قطاع الخدمات، و20% موزعة على الصناعة والزراعة كما ترون. فإذا سيطرة قوية إلى القطاع هذا، قطاع الخدمات، القطاع الثالث. لذلك نقول أمريكا راحت وذهبت إلى الاقتصاد ما بعد الصناعي، الآن هو قطاع الخدمات هو المسيطر، هو الأغلب في الاستحواذ على النسب. 80% من اليد العاملة الأمريكية تعمل في قطاع الخدمات كما ترون. ما دلالة ذلك؟ شيء يبين لنا يعني هذا الرقم 80% يعملون في الخدمات، وش دلالة ذلك؟ طبعا يبين لنا تعاظم قوة الخدمات واعتماد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية عليها بشكل كبير. ليش؟ طبعا كما تعلمون أمريكا لديها تطور تكنولوجي كبير، فاستفادت من التكنولوجيا في تفعيل قطاع الخدمات وتطوير الخدمات وتنوعها وتشعبها. ويبين لنا كذلك أن هناك تحضر عند الشعب الأمريكي وتطور الخدمات وتشعبها وتوسعها. كل ذلك الرقم يعطينا دلالات قوية على هذا القطاع. مستند رقم 2:
تطور نسبة إسهام قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة الأمريكية. انظر عزيزي الطالب، هنا النسبة. قطاع الخدمات في عام 1987 كم كانت نسبته؟ يعني لدينا زراعة، لدينا صناعة، لدينا خدمات. كان قطاع الخدمات في 1987 يستحوذ على 66% من مجموع نسبته في اقتصاد أمريكا. انظر في عام 2011 كم بلغت نسبة استحواذ هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. إذا جئنا إلى الناتج الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية في 87 سنرى أن النسبة 66. كم بلغت في 2011؟ كم بلغت نسبة مساهمة قطاع الخدمات في 2011 في الناتج المحلي اقتصاد أمريكا في عام 2011 في ناتجها المحلي؟ كم بلغت نسبة قطاع الخدمات؟ يلا عزيزي الطالب اذكر النسبة. كم بلغت نسبة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الأمريكي في عام 2011 كما ترون على الشاشة؟ نعم نعم، بلغت 78.6، أي ما يقارب 80%، نفس رقم أو نسبة عدد العاملين في هذا القطاع. حتى في اقتصاد أمريكا في الناتج المحلي الإجمالي 80% تقريبا من هذا الناتج الأمريكي كله يأتي مصدره من قطاع الخدمات. انظر إلى هذه القوة في هذا القطاع. فما الدلالات؟ أولا دخول الخدمات في شتى ميادين العمل، حتى في الزراعة والصناعة، حتى في قطاع الزراعة والصناعة أصبحت هناك أقسام إلى الخدمات تعمل في هذه القطاعات، فدخول قوي بالنسبة إلى الخدمات ومجالاتها متشعبة. ويبين لنا أيضا أن أهمية الخدمات في الإدارة والتنظيم والإعلان والتسويق والنقل والمواصلات والدعاية وهكذا. فلذلك أمريكا تجاوزت الصناعة، تجاوزت الزراعة والصناعة، فقالوا الاقتصاد ما بعد الصناعي، ذهبوا بقوة إلى الخدمات وقطاع الخدمات هو صاحب النفوذ والسيطرة في الناتج كما ترون المحل الإجمالي، وأيضا في التوظيف أو اليد العاملة النشيطة في أمريكا. الآن هذا مستند آخر كما ترى عزيزي طالب، عنوانه حصة الخدمات الأمريكية من مبادلات الخدمات العالمية في عام 2011. اللي بالأزرق هي نسبة الولايات المتحدة الأمريكية، هاي حصتها العالمية من المبادلات الخدمية، حصة أمريكا العالمية. انظر إلى حصص البقية، عندنا أوروبا الغربية ونسبتها 43.7، اليابان 4.4، بقية بلدان العالم حصتهم 33.6. كم بلغت نسبة أو حصة الولايات المتحدة الأمريكية في المبادلات الخدمية على مستوى العالم في 2011؟ كم بلغت نسبة أمريكا؟ اذكر عزيزي الطالب في الشات كم نسبة أمريكا وكم حصتها في الخدمات العالمية، هي بروحها بس كم نسبتها حصتها في الخدمات اللي طالع من كل الدول، كم نسبة أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بشكل صحيح؟ نعم 18.3، 18.3% تستحوذ أمريكا على هذا الرقم في مبادلات الخدمات العالمية. لاحظوا أعزائي أحبتي الطلبة، هذه النسبة ليست سهلة إذا ما قارناها ببقية الدول، حيث أن بلدان أوروبا الغربية كما تعلمون 27 دولة عندنا في الاتحاد الأوروبي، وهناك دول أخرى، أمريكا لوحدها فقط نسبة حصة أمريكا في الخدمات تقريبا 20%، حصة كبيرة جدا بالنسبة إلى دولة لمفردها. اليابان 4.4، وأيضا نسبة قوية بالنسبة إلى مستوى العالم، ولكن نسبة وحصة الولايات الأمريكية هي الأقوى تقريبا 20%، 18.3، كل ذلك له دلالات ايضا. ف طبعا تعد النسبه المرتفعه وهي دوله لوحدها وحصتها الخمس، خمس الخدمات العالميه مصدرها امريكا وهي دوله واحده، وهناك قوه في هذا القطاع. مستند رقم 4، اقرا عزيزي الطالب هذا المستند، اقرا هذا المستند لنتعرف ايضا على مكانة وقوة الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية لكي نصير عناوين مهمة تعتبر ركائز في هذا الدرس إن شاء الله. مكانة الخدمات الآن عزيزي الطالب اقرأ مستند 4، مكانة الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية. لا أريد أن أقرأ لك، اقرأ لنسأل سؤالا ونعبر هذا المستند ونستفيد منه ونحلله.
الآن بعد أن قرأت علي الطالب، حدد من خلال الناس العامل الذي يحدد دينامية المدن في الولايات المتحدة الأمريكية، حركية المدن، قوتها، نشاطها، ديناميتها. حددها في الولايات الأمريكية، على ماذا تعتمد دينامية المدن؟ ترتبط بماذا؟ كما ترى مرتبطة بقدرتها على توفير السلع، ليس فقط لم تعد المدن مرتبطة بقدرتها على توفير الإنتاج السلعي، وإنما على ماذا؟ مرتبطة بتنوع، أحسنتم، بتنوع شركات أو شركات الخدمات. تنوع شركات الخدمات في أمريكا وتشعبها هو مصدر قوة بالنسبة إليهم، وجودة خدماتها. وبالتالي شو يسوي؟ مثلا عندنا التجمعات الحضرية، لديهم الاتصال المتطور وتبادل المعلومات، وهذا شو يسوي؟ يجعلان من هذا الاتصال تبادل المعلومات، يجعلان من أمريكا الخدمات الأمريكية أمريكا مراكز بحث وتطوير وإبداع وتحكم، مو فقط على مستوى أمريكا، على مستوى العالم. الخدمات الأمريكية هي في المرتبة الأولى عالميا، عطفا على محليا هي مصدر قوة في اقتصادها. إذن كما رأيتم هناك قوة في قطاع الخدمات الأمريكي، لذلك الدرس بدأنا به. الآن ننتقل إلى من أخذنا هذه الأسئلة، الآن لنرى الإجابات من خلال الرسومات، من خلال المستندات وتحليلنا لهم نستنتج ماذا؟ أولاً هناك مظاهر قوة لقطاع الخدمات. ما هي المظاهر؟ بنرتبها الحين ونشوفها. تبرز قوة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال 1. من مظاهر قوة الخدمات عندهم إن قطاع الخدمات يساهم بشكل كبير في تشغيل يد العاملة. كما ترون بلغت نسبة العاملين في هذا القطاع، في قطاع الخدمات، 80%. أي لو يعني لو قلنا بأن اليد العاملة الأمريكية هناك تقسيم لهم 80% يعملون في قطاع الخدمات، و19% في قطاع الصناعة، و1% في الزراعة. انظر إلى النسبة الكبيرة لقطاع الخدمات والاستحواذ الكبير على ضم اليد العاملة واستحواذ على اليد العاملة الأمريكية. هاي واحد، هاي مظاهر قوة إنه يسيطر على نسبة كبيرة في تشغيل وتوظيف اليد العاملة الأمريكية قطاع الخدمات. سنرى ما الخدمات التي يعني تجذب الأمريكيين وتشغلهم في وظائف عديدة، سنراهم إن شاء الله خلال تطور الدرس. أيضا من مظاهر قوة قطاع الخدمات أن هذا القطاع يشهد نمو متواصل مقارنة بالقطاعات الأخرى، أي على حساب الصناعة والزراعة هذا القطاع يتطور وينمو بأرقامه المذهلة باستمرار. من مظاهر قوة هذا القطاع قطاع الخدمات ارتفاع نسبة إسهامه في الناتج المحلي، كما حللنا المستند الثاني. كما ترون أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الخدمات 80% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي. سابقا في عام 1987 كان 66، بلغت في 2011 تقريبا 80% نسبة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، سيطرة قوية لهذا القطاع. أيضا من مظاهر قوة قطاع الخدمات ارتفاع حصة الخدمات الأمريكية من صادرات الخدمات العالمية، رأينا من خلال المستند رقم 3 تقريبا بلغت حصة أمريكا في الخدمات العالمية 5. الخدمات العالمية مصدرها أمريكا، 20% من الخدمات العالمية تقريبا مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا أو تلك العبارة الأربع مظاهر لقوة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المظاهر، لنرى العوامل. ما الذي يجعل من قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية هو المسيطر، هو القوي؟ فنقول ما العوامل المفسرة لقوة قطاع الخدمات؟ لماذا قطاع الخدمات هو القطاع الأقوى وصاحب النفوذ والسيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ الآن الأسباب والعوامل هي: أولاً ارتفاع مستوى دخل الفرد. ارتفاع مستوى دخل الفرد الأمريكي شلون يعني؟ لأنه أسهم في نمو استهلاك الخدمات العادية، لما يكون مدخولهم قوي فيستهلكون واجد، فبالتالي لما صار استهلاك كثير للخدمات وشعب عنده يعني دخل كبير وقدرة شرائية كبيرة، بالتالي الخدمات تتطور تتنوع. مثل شنو الخدمات تتنوع تتطور في دولتهم؟ حتى داخل أمريكا هناك تطور وتنوع الخدمات، مثل السياحة، النقل، الحراسة، الأمن، الخدمات الصحية، الخدمات العلاجية، وأنواع كثيرة من الخدمات اللي نسميها خدمات عادية تنوعت وتطورت وازدادت في الولايات المتحدة الأمريكية. نتيجة لشنو؟ نتيجة لأن دخل الفرد مرتفع، هناك قدرة شرائية، شعب يستهلك، بالتالي الخدمات انتشرت بشكل كبير. فمن عوامل قوة قطاع الخدمات ارتفاع مستوى دخل الفرد. العامل الثاني ارتفاع نسبة التحضر، شعب مدني متحضر،
حيث نشط الطلب على الخدمات من قبل سكان المدن وخاصه المدن الكبرى. طلبهم كبير على الخدمات لانهم يعيشون التحضر، فبالتالي ارتفاع كبير في نسبه التحضر اسهم في تطور قطاع الخدمات والطلب عليها المتزايد. من عوامل قوه قطاع الخدمات ايضا الثوره التكنولوجيه. هناك شركات كبيره وضخمه في الولايات الامريكيه لها السيطره حتى على مستوى العالم، فالثوره التكنولوجيه التي عممت استخدام الاله على نطاق واسع واسهمت في تسريح عدد كبير من العمال الصناعيين ليد العامله الصناعيه واللي تعمل في الزراعه اصبحت ليس لها مكان في المعامل الصناعيه او في العقول الزراعيه، لان الاله دخلت في العمل وبالتالي تحولوا جلهم الى ماذا؟ الى قطاع الخدمات. توجه العمال اليد العامله الامريكيه توجهت بشكل كبير الى قطاع الخدمات لان هناك تكنولوجيا متطوره فادخلت الاله في الصناعه والزراعه، فصار هناك توجه كبير من هذا من هؤلاء العمال في الزراعه والصناعه ذهبوا الى قطاع الخدمات. فالثوره التكنولوجيه عامل من عوامل قوه قطاع الخدمات الامريكيه. ايضا من عوامل قوه قطاع الخدمات الامريكيه تزايد عدد المؤسسات الخدميه وتنوعها في المدن الكبرى مثل مؤسسات النقل والمواصلات، الصيانه، الاستشارات الهندسيه. هذه خدمات موجهه مثلا الى مؤسسات، فهذه الخدمات لما تزايد الطلب عليها نقول بانه عامل كبير في تطور قطاع الخدمات. اذا هذه الاربع عوامل تفسر لنا قوه قطاع الخدمات: ارتفاع الدخل، ارتفاع التحضر، ثوره تكنولوجيه، تزايد عدد المؤسسات الخدميه المختصه. الحين لنرى اعزتي احبائي الطلبه تركيبه الخدمات في الولايات المتحده الامريكيه. ذكرنا لكم بان القطاع قوي، اي قطاع الخدمات، وهو متنوع متشعب له السيطره والنفوذ في امريكا. لنرى هذه الخدمات الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه. اولا هناك خدمات نسميها الخدمات الموجهه للافراد. مثل شنو الخدمات الموجهه للافراد؟ تضم الخدمات المنزليه، خدمات منزليه توجه للافراد، والخدمات الفندقيه هي خدمات للاشخاص الافراد، والخدمات المطاعم للاشخاص، والخدمات الصحيه والاداريه والثقافيه والسياحيه، كل هذه خدمات توجه للاشخاص. وهذا صنف من اصناف الخدمات كما اخذناه ايضا في الدرس السادس، ان هناك خدمات موجهه للافراد في امريكا، هذا التصنيف موجود خدمات موجهه للافراد كما ذكرناها الان، فيشجع هذا الصنف اي الخدمات موجهه للافراد الى يشجع الاستهلاك العائلي الذي ينمو بشكل مضطرد تحت تاثير الدعايه والاعلام. فالدعايه والاعلام تلعب دور كبير في نمو وزيادة الخدمات الموجهة للأفراد كما ذكرنا، الخدمات المنزلية، الفندقية، المطاعم وهكذا. أيضا يمثل هذا الصنف أي الخدمات الموجهة إلى الأفراد خصوصية أمريكية، إذ يبلغ التشغيل فيه ضعف ما يسجل في بقية البلدان المتقدمة، أي أن هناك إقبال كبير عليه وأرقام ضخمة وكبيرة في الخدمات الموجهة للأفراد لا توجد في يعني بهذه النسبة القوية في دول ثانية متقدمة، لا توجد إلا في أمريكا. الخدمات الموجهة للمؤسسات هذا صنف آخر. عندنا خدمات موجهة للأفراد، هنا خدمات موجهة إلى مؤسسات مثل التأهيل الفني، التدريب، والتأهيل المالي، والاستشارة الهندسية، والبحث في بعض الأقاليم المحركة للاقتصاد الأمريكي مثل الإقليم الشمال الشرقي. هذه الخدمات كما ترون لا توجه إلى أشخاص، توجه إلى شركات، إلى مؤسسات كبيرة، فبالتالي تسمى الخدمات الموجهة إلى مؤسسات. وبالخصوص في إقليم أو الإقليم المحرك للاقتصاد الأمريكي يسمون الإقليم الشمال الشرقي، هذا الإقليم الأساس، يسمون الإقليم الصناعي القديم اللي فيه نيويورك العاصمة الاقتصادية وفيه واشنطن العاصمة الإدارية. هذا القطاع الضخم الكبير يتحركه خدمات موجهة للمؤسسات. يعتبر هذا الصنف أي خدمات موجهة للمؤسسات من الخدمات عنصر تفوق على بقية أعضاء الثالوث، أي أمريكا لها السيطرة والنفوذ والتفوق الواضح على بلدان الثالوث، على يعني الاتحاد الأوروبي وعلى اليابان. أمريكا في هذا الصنف الخدمات موجهة للمؤسسات أي في التأهيل الفني والمالي والاستشارة الهندسية وأمور البحث، أمريكا لها التفوق الواضح على الاتحاد الأوروبي واليابان في هذه الخدمات. فقوة وسيطرة قوية في الولايات الأمريكية بالنسبة لقطاع الخدمات بنوعيه، الموجهة إلى مؤسسات والموجهة إلى أشخاص. النشاط الآخر الآن تطور قيمة المبادلات الأمريكية للسلع والخدمات. بنجي أحبتي وأعزائي الطلبة إلى الصادرات والواردات الأمريكية. كما ترون الآن في مسند رقم واحد هناك صادرات أمريكية وهناك واردات. الصادرات ما تصدره الدولة للخارج، والواردات ما تأخذه من الخارج. في عام 2000 عندنا السلع من 2000 ل 2005 هناك تطور في الأرقام، وأيضا الخدمات هناك تطور في الأرقام من 2000 ل 2005. مسند رقم 6 التوزع الجغرافي للمبادلات، أي شركاء أمريكا، أمريكا مع من تتاجر، مع من مبادلاتها التجارية. كما ترون الآن نعطيكم سؤالين. أولا
قارن عزيزي الطالب بين قيمة الصادرات والواردات الأمريكية خلال ال5 سنوات من عام 2005 2000 إلى 2005، الصادرات شلون ارتفعت؟ انظر عزيزي الطالب شلون صادرات أمريكا ارتفعت في 2000 إلى 2005 من 782 إلى 890 مليار دولار. الخدمات كانت قيمتها 299 مليار دولار في 2000، وارتفعت في 2005 إلى 253 مليار دولار، وهكذا الواردات. لكن الواردات كما ترون في السلع مثلا رقم ضخم، وارتفع زيادة في 2005. حتى الخدمات كان رقمها 224 مليار، ارتفعت إلى 288 مليار في 2005. ماذا تلاحظ عزيزي الطالب؟ أليست الواردات بالنسبة للسلع والخدمات الأمريكية أكثر من صادراتها؟ لماذا أمريكا تستورد أكثر مما تصدر؟ ما السر في ذلك؟ ليش أمريكا تستورد أكثر مما تصدر؟ أليست دولة مصنعة؟ أليست أمريكا دولة صناعية متقدمة؟ إذا لماذا وارداتها أكثر من صادراتها؟ هناك سبب سنراه الآن. بالنسبة للشركاء التجاريين، لك هذا السؤال عزيزي الطالب، أعطنا الإجابة في الشات. ما هي الجهة أو الدول التي تعتبر أقوى الدول أو في المرتبة الأولى في الشراكة التجارية مع أمريكا؟ ما الدول الأبرز أو ما الدولتين الأبرز؟ اذكرهم عزيزي الطالب، الأبرز كشركاء تجاريين مع الولايات المتحدة الأمريكية حسب هذا المستند. اذكرهم عزيزي الطالب، هناك دولتين لهم النصيب الأعلى بالنسبة للشراكة والتبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما هو واضح أيضا، نعم كندا، أحسنتم، كندا والمكسيك. كندا والمكسيك الدولتين الأكثر تبادلا من قريناتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا تشمل المبادلات الخارجية الأمريكية السلع، يعني أمريكا تصدر وتستورد في نفس الوقت سلع، بضائع، رساميل، أي رؤوس أموال، وإنتاج علمي وثقافي. أيضا تجسم هذه المبادلات السيطرة الأمريكية الدولية، بيننا أن أمريكا لها سيطرة على مستوى العالم في المبادلات التجارية الدولية. نأتي أولا للصادرات. الصادرات الأمريكية، تعد الولايات الأمريكية ثاني مصدر في العالم للمواد المصنعة والمواد الزراعية والخدمات براءة اختراع، يعني على مستوى الخدمات وعلى مستوى الصناعة وعلى مستوى الزراعة، الولايات المتحدة الأمريكية ثاني مصدر للعالم لهذه المواد كلها. تمثل المنتجات الصناعية 85% من إجمالي الصادرات، وهي تشمل منتجات التكنولوجيا العالية، وهناك شركات لا يسع الوقت ذكرها في هذا المجال، ومعدات النقل أيضا تشملها هذه المنتجات. تشهد الولايات الأمريكية منافسة شديدة من قبل اليابان في الصادرات العالمية، هناك منافسة على الأسواق. من ينافس على الأسواق هناك؟ اليابان، الاتحاد الأوروبي، منافسين قويين إلى الولايات الأمريكية في المبادلات التجارية العالمية، وأيضا دول صناعية جديدة مثل البرازيل، كوريا الجنوبية ينافسون في قطاعات عديدة الولايات الأمريكية. لذلك فقدت أمريكا سيطرتها على السوق العالمي في العديد من المنتجات الصناعية والزراعية بسبب هذه المنافسة مع هذه الدول. الواردات، الواردات الأمريكية أي ما تأخذه ما تستورده الولايات الأمريكية، تشهد الواردات نمو يفوق نمو الصادرات، يعني وارداتها أكثر ما أكثر من صادراتها، وهذا ما رأيناه في تحليلنا إلى المستند رقم 6. ليش؟ لماذا هناك ضخامة في الواردات الأمريكية؟ طبعا أهم الواردات الأمريكية المنتجات الصناعية، مصادر الطاقة مثل البترول والمنتجات الزراعية، هذه أهم وارداتهم، أهم ما يستوردون. تعود ضخامة الواردات، يعني لماذا أمريكا تستورد بكثرة بحيث تفوق وارداتها صادراتها؟ لأن هناك قدرة استهلاكية عالية للسكان. قلنا السكان عندهم قدرة استهلاكية عالية لأن القدرة المالية الكبيرة عندهم يدفعهم الاستهلاك الكبير، فالاستهلاك الكبير أدى إلى عجز الإنتاج الوطني عن تغطية متطلبات داخلية. رغم إنتاج أمريكا القوي في مجال الزراعة والصناعة، إلا أن استهلاك الداخل يفوق الموجود من التصنيع، لذلك يلجؤون للاستيراد فيستوردون المواد الأولية، مواد الطاقة، وبعض المنتجات الصناعية. لذلك احنا نقول هناك صادرات وواردات، فعندنا ميزان تجاري. الميزان التجاري هو يحسب إلى أن الفارق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، فنرى من خلال المستند الذي ذكرناه يشهد الميزان التجاري للسلع عجزا يقدر ب 787 مليار دولار العجز في 2005 بالنسبه للميزان التجاري للسلع، بينما الميزان التجاري للخدمات عند فائض يقدر ب 65 مليار دولار. فاذا امريكا تستورد اكثر المنتجات الصناعيه والزراعيه، اذا ميزانها التجاري ميزان خاسر، يسجل خساره، لان الواردات اذا فاقت الصادرات فالميزان يسجل خساره.
من هم أبرز شركاء أمريكا في التجارة كما ذكرناهم؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أغلب بلدان العالم تتعامل معها تجاريا، أغلب بلدان العالم تتعامل الولايات الأمريكية معها تجاريا، ولكن أبرز شركاء أمريكا في التجارة كما تجاريا ولكن أبرز شركاء أمريكا في التجارة كما رأينا في المستند الأخير، في المرتبة الأولى الشركاء التجاريين الأولى، المرتبة الأولى عندنا كندا والمكسيك، جيرانها شمال أمريكا كندا والمكسيك في الجنوب في المرتبة الأولى كشركاء تجاريين. في المرتبة الثانية يأتي الاتحاد الأوروبي، ثم بلدان أمريكا الوسطى واليابان والصين وبلدان الشرق الأوسط، وأخيرا بلدان أفريقيا، كل تلك الدول والبلدان شركاء تجاريون للولايات الأمريكية. الآن لدينا التقويم الختامي، لديكم 5 دقائق أعزائي وأحبتي الطلبة، امسح الشاشة في 5 دقائق الآن، فرصة مآتية للإجابة لنرى إجاباتكم إن شاء الله. ونذكر بأن درسنا الولايات المتحدة الأمريكية، الخدمات والمبادرات التجارية، ذكرنا لكم مظاهر قوة الخدمات في أمريكا، عوامل قوة الخدمات في الولايات الأمريكية، وذكرنا ما أهم الصادرات الأمريكية وما أهم الواردات ولماذا الواردات تفوق الصادرات بالنسبة للسلع، وذكرنا وانتهينا بأبرز الشركاء التجاريين الأمريكيين. الآن الرابط لديكم أحبتي الطلبة، وعندكم هذه الشاشة امسحوها بالQR وأجب على التقويم، ولنا تعليق إن شاء الله على إجاباتكم. بارك الله فيكم.
الرابط موجود، أحبتي الطلبة الرابط موجود للشات، موجود الرابط، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، فلتتواصل الاستجابات، لا بأس حتى لو انتهينا من الحصة، لا بأس من الإجابات، لأن هذه إن شاء الله نستفيد منها. وهناك سؤال مهم طرحناه لكم، سنرى إجاباتكم فيما بعد إن شاء الله. شكرا لكل استجاباتكم، طبعا أول استجابات وصلتنا. أكرر، لابد من ذكر الأسماء، اذكر اسمك عزيزي الطالب. فأول استجابة هنا نقرأها، حسين ناجي سعود من مدرسة التعاون الثانوية، شكرا لك. وأيضا لدينا تميم خالد، عفوا هذا من الفورم السابق، إن شاء الله لنا تعليق في الحصة القادمة على هذا الفورم، ونقرأ لكم الإجابات أيضا و نلخص لكم نقاط الدرس من جديد، ونواصل الدرس الثاني عشر في الولايات الأمريكية إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا لحسن استماعكم، نلتقي بكم إن شاء الله في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.